شركة مصنعة أمريكية ممنوعة من بيع الرقائق في الصين. الرد بقوة. بالتأكيد سيتذكر الكثير منكم اليوم الذي منع فيه دونالد ترامب شركة اتش هواوي من استخدام نظام أندرويد لأسباب غير واضحة. ترك العديد من المستخدمين يتساءلون عما سيحدث لهواتفهم الآن بعد أن قررت الولايات المتحدة قطع العلاقات مع الشركة المصنعة الصينية. حاولت الشركة الرد وإقناع إدارة ترامب بأنه كان من الخطأ استبعادهم، لكن دون جدوى. لا يبدو أن الحكومة الصينية قد انتقمت في هذا الصدد، لكن الآن كما جاء في أندرويد أوثوريتي يبدو أنهم سوف يردون، على الرغم من أن الأخذ والرد كان الأكثر شهرة فيما يتعلق بعلاقات الولايات المتحدة مع شركات التكنولوجيا الصينية. إلا أنه من الصحيح أن العملاق الآسيوي عانى من عقوبات تجارية في السنوات الأخيرة. لم تحضر الولايات المتحدة شركة هواوي مع جوجل فحسب، بل حضرت أيضا بيع رقائق صينية الصنع وأجهزة أخرى بسبب مخاوف أمنية. اتخذت الحكومة الصينية خطوة جريئة أخيرا. سيتم منع الشركة المصنعة الأمريكية مايكرون من بيع رقائقها في الأراضي الآسيوية، والسبب في ذلك هو عدم إجراء فحص أمني في بيع نشر أمس. يسمح لنا التحقق الأمني باستنتاج أن منتجات مايكرون لديها إمكانات جديدة لمشكلات أمان الشبكة، وهو ما يمثل خطرا أمنيا خطيرا على سلسلة إمدادات المعلومات الرئيسية في الصين، وسيؤثر على أمنها القومي. على الرغم من أن الاسم قد لا يبدو هكذا في البداية، إلا أن الحقيقة هي أن شركة مايكرون تنتج عددا من منتجات الذاكرة والتخزين لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الأخرى. من بينها يمكننا أن نجد ذاكرات الرام والديرام واليو اف اس. في الواقع هي إحدى الشركات الرئيسية في هذا القطاع، وبحسب المصدر فإن هذه الحركة تأتي ردا على حظر بيع شركات أمريكية لشركات صينية أخرى. تضمنت عمليات الحظر هذه معدات متطورة لصنع الرقائق ورقائق خاصة بالذكاء الاصطناعي وغير ذلك الكثير. يبدو أن المسلسل لا يزال بعيدا عن الحل. شكرا لاستماعكم، في حفظ الله.